مساء الخير عليكم، معكم مهندس روماني حنا. النهاردة أحد المتدربين طلب مني تصميم الورقة ديت، تمام، إن أنا أعمل لها فيديو وكده وأشيرها له. أنا هنزلها للناس كلها عشان فيها بعض الأوامر أو كتير من الأوامر المهمة، الناس أكيد هتستفاد بيها إن شاء الله. تمام، طبعا أنا بنزلها كده في الأرتكام، أفتح الأرتكام وأسحبها فيه وابتدي ارسم الخطوط بتاعتي. ببتدي ان انا ارسم الخطوط بالمنظر دوت، تمام. بعد كده بخش طبعا على النود اديتنج وابتدي ان انا اعدلها، بدوس بي وابتدي ان انا اعدل. انا عشان الوقت جهزت الملف بتاع الخطوط، اقفل ده كده، تمام. جهزت الخطوط. اول حاجة هعملها هعمل بس الخطين بتوع الدرايفر عمود التورينج سويب، تمام. هعمل تورين سويب وبعد كده هقطع الخطوط بتوعي، يعني حدد ده وده، حدد ده طبعا، واروح على تورين سويب، دوس اف، دوس اف 3 عشان نجيب الـ3D بتاعنا. هعملها بالشكل ده كده، تمام. هقوله طب استنى يا عم، هتختار الموديليشن بتاعي، بص الموديليشن طلعها لي هيبقى بالمنظر ده كده، تمام. وهنا ابلاي، دايما بعمل كل حاجة على غير لوحده عشان لو في حاجة عايز اعدلها بعد كده اي حاجة ببتدي ان انا اظبطها. بعد كده بختار الفيكتور الخارجي بتاع الورقة وبروح على الامر الجميل بتاعنا ده، زيرو اوتسايد فيكتور، تمام. وديها زيرو اوتسايد فيكتور، تمام. عمل القطع بتاعه، بعد كده بعمل ايه؟ بعمل اوفست للمنطقة ديت، اوفست كده خفيف من هنا لهنا وليكن، وانا من كنترول زد ونخليه انسايد اوت سايد، تمام. واقول له يا عم اعمل لي تنعيم او سموث للمنطقة ديت، واختار له هنا لازم سيلكت الفيكتور، المنطقة اللي انا مختار فيها الخط، وارفع المؤشر بتاعي وانجل الخطوط، تمام. ممكن نعملها بالطريقة دي، بقت عندي الورقة بالطريقة ديت كده. ببتدي ان انا اجيب اللاينز بتاعتي وامسح ده مش عايزينه دلوقتي،
تايم لاينز دي كده بالطريقة دي. واروح هاندنج اوفست تمام، و انسايد اوت سايد 2.5 مللي تمام اوفست. واعمل ده ناقص ده كده، واعمل جروب من الناتج ده تمام. وبعد كده هروح الشيب اديتور، والله خليها لي راوند وغطيني ده كده شوية. لحظة، انا مختار الخطوط كلها ناتج اوفست ما عدا الخط اللي بره. هنعرف دلوقتي لو اخترنا الخط اللي بره ايه العائد. وبعدين بص الارتكام بيقسم لي الخطوط بتاعتي ازاي. كان ممكن نصغر الاوفست بتاعنا شوية كده تدينا شكل احسن. احمل الخطوط بتاعتي دي تمام. مرة أتأكد إن أنا غير تاني والله بغير. راح مش شايف إديتور، وأقوم أختار الخطوط دي مع الخط ده. بص اعمل ايه، ممكن اكبر هناك شوية صغر، بس يعني لو صغرت كده هتبقى شكلها احسن تمام. بقت عندي الوردة كده بالشكل ده. أتمنى إن هي تكون نالت إعجابكم، والشرح يكون وافي ومختصر. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوش لايك للبيج والجروب، ولو في أي أسئلة اسألوها على الجروب وأنا تحت أمركم. شكرا.